سلو سلو هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج شيشة القرية برنامج كينا مالين كستو وحنكوقة لديك الدونة وحي عصوك علمها و علمي تهريب كهين محاكا عصوك دولة سمالي محاكا مستيد سلمان مي يعني لا ميني كرو وحيالة بدن بابا اللي دونة داد بدن سلمان يقانو ayaa wax ka weydii doona arinkaas sidoo kale dad badan baa ku wareysan doona oo muqlasiinta muqlasiinta wax ka weydii doono sidoo kale muqlasiinta Soomaaliya jooga ayaa warbixin idin lahayna war muqlasiinta xawaaladaha jooga sidoo kale qowsa Suudaan jooga ninka hore u shaqeeyay safaaradda hore Soomaaliya ku taalo ku ooljeeda Liibiya oo hadda ah nin muqlas ah arintiisa warbixin baan idin lahayna سود هذا مرة بعد مرة دحات اللي ناي سيشر غريب برامج كا سي أبدت كذا أقارب برامج كا سلمان ما يهني لا منك سلمان محو قبتي محي سكس وعيان يالك كحران ليبيا فضل سيشر غريب برامج كا قد كتلافة قد 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 كان ضد بباسو قلدو أنا مرد إن شاء الله أيا نفع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شعب سودو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محيط دولة الصومالية وقع مستي ليب كان كجر الصومالية ليب كان كجر ليبيا مردو وحاني حريري دونا صاحبكيغا أما ويركو سوغان ودنكا تركيغا وارنتا سي سلمان ارنتي سحب والوه وحبا لنكوك عليكم السلام حام فلا يعني مخلا يقف كاس عنك تكسوق ليو سؤوه خيبقاته Hello. في الوقت أنا وقعت في سؤال دونا. سومالي هذا سلمان هذا برنامج حسني لنيرد أو جوكت ليبيا إن أو أرنت هذا محمود عرب سودو سيشر جري سودو هذا مر الوقت طفكي يركي يقاني سلمان أفاريس أرميس وحب بدن كي يقاني قد كبقى أي حد نكون علينا يا fadlan nala dhageysta wiilkaani warbixinta uu ka hayo Salmaan waxa ka tirsan leef liisoo gelnay kadib ayaan u gudagal doonaa waxa arin halo halo ma qashab brada silef baad u jirtaa qadka soo dhawo mar labaad mar saddexaad dadka aad kaaga waxaan u maleynayaa hay aan hadaad imaqashid bal waxa wax xirnaa ka taabata aan Salmaan Jamal Saciid waxa arinta maalmahan uu wado arinta maalmahan wado oo ah in dad oo ku dhibaateysan Liibiya wax loogu qabanayo arintaas markaa adiga Salmaan waxa u maleynaa in aqoon fiican uu leeyahay maleynaa Salmaan لعقتها تدني بالأودريا كذي تقول أنا ما قصدي. صح مركز سؤال دام كويدي سلمان أنا هذا تكو حن لهاي سلمان قفل وقامين كرامته العق
محد إذا إن دولة الصومالية أنت أكون سمسوسيد أباريه أو كله لعكتها سلو قربيو جود ميل لو صاروا كدي بوح لوقة تتكدي بوح لوقة بناير لكن هذا اسمك إلا سحر تعيش أكتب حياة سلمان با نين أسكري وهاي الصومالي كسر عمي وقرح كسر عمي وحلو كانوا حيش أكتب كانوا وده كاني تركيا كدي سلمان أو فيديو كده وبي سيد قبل فعيسو كلا أوجين كدي وحاش أكتب العجل إنه جو صدري العجل هنا أزدمري أردت أسي مركب سيدك حقيقة كده وأحب حدين سلمان اللي لسه في مساء لحظة وأنس قراني أنا سلمان أمضي إسطنبول دوبتي إشرب هنا وغاحيدة باشر وراني وبرحادة فغيرها اللي فضي سوي وقراني محمد بن حدين عمي أفقصة صمالي قراني ساء إسطنبول والسوي قراني مقرأت قول في جنجري من جوغي قول في جنجري وإسطنبول لوسع عدد وجرى هليكو إيماني وحلس عدجر يرطي الرعاتها أي هلس عدد مقرأت صح يا رب لا عبد الرحمن محمد سرجي هيا نسيح عليهم أوه كاميرا ما ينفصل له يا محتاج يجد شعب لحقت سلمان قفل حسابته صح سلمان قفل حسابته سلمان إلهي بأيقوك إلهي بأيمقل يوحى سلمان لحق إنه نضي سلمان دوم اللي نوتي لينك عليهم صح تدكي يشرد للعقت سلمان سلمان الله يسألني في عم الله يستع تذكرت العيال نيجي ما تروح ديريو ولا قص هذه الرحلة صارت ميو وحاف عن دولة الصومالية أكون الواصل ميو وضد كذا الصومالية دولة السفارة النيجي السفارة السودان الصومالية إن العكس الواقع ديو مقرتها صح مركه هذا مركه هذه العقل لبي تمكن ندور على جوز الدري العقل لبي تمكن ندور على جوز الدري إنه حتى هاي دولة كذا دولة دي وحوي كوخة بويسي وكاء مستمر كي على وضد دولة مرجع مستقيم مركه سأل أحد يتين وح كعوي والله عليك أنا كوشي عليك أنا مهيب كوشي كبير سلمان عيري دولة دار العلي صار الله دسلام صار على الكورة على كل جور المغرب ما في سيدي مثلا تركيا تركيا أنا جه هذا مرة هنا سلمان مره كرو توب واي قبوا العقد يرك وقف ما ولسه حريري وحريش يقولون العسكري الصوماليات إنه دبي هاي إن سلمان والعقد وح جربي لكن أصدمري ما أنا جاكم مدن باب كرو ما هو لكن قف كان وح إيش الشيء وقف كان رأي العسكري جستا قف كان سنة بقت كل يوم لي إن رأي علي قبل صادر بعيد أنا شيء كريعة سوريا جوان أمريكا جوان قبل في عمى صادر علي أنا قول قبير قول أنا إحنا قول ما قرته صح وراقي علي صادر معي وراقي علي صادرين قبل أفرقهم بصادرتي قبل كل شاب قبل صادرتي كل مسجل في مسجل هذا اللي صادر كريعة وراقين أو قبله وراقي العيا في مسجلين العجي وحال وصل شوي محل هذا وحوش يا سلمان إنه دليرت ودري العقدا سلمان هذا وحوش يا سيد برتي سكسوغر إنه دليرت سماري ودري العقدا سدح بغل دور لوس أديجي هيلي بيوح بلوس در إنك سو أنا هيلي بكي لا دي أري يوحي لخال أنا أركين لكن وسيد وسيد أقول ديجي وحوش يا وبرتي سو فيسبوك سكسوغر هذه هذا مركا إلى سحرت وحيش يا تيشان مركا فيديو جيدا وتعي إلى سحرت وحديش يا تاني وحتي الأريم في عنبا وضع بنارجنا أنا جا أريتها وضع ما هنا سلمان علادينا ما هنا سلمان كسهر جدو ما هنا سلمان أنا حمينا لكن وحكاها الله يا أريت أه لعدت أن ميل في عنها كوب أحده والله أقول لكمالي أنا كمالي صح أقول لكمالي وبدأ كل يسير سنة أقول لكمالي أقول لكمالي صح الحقيقة لي كان نصيح شهر قريب رامش كان صح قفك تهوري وضع لك أسكير حد صح أرك سلمان شارك يسعى قريب يسيري والله يحيابك سلمان يا طب أكل هيدان نيكا كاميرا مان كوين مقعسي وعلم حاتري نيكا كاميرا مان كوين مقعسي وعلم حاتري نيكا كاميرا مان كوين مقعسي وعلم حاتري
dad badan waxa jira dumar Soomaaliyeed hablo Soomaaliyeed ilmo Soomaaliyeed oo jooga Turkiga oo qaxooti ku jira oo gobollo furfur jiro oo magacyadoodu aan ku heliyeeyay war kale ee ku lusay si kariyo oo sawirro ka soo qaaday oo ilaahay wakar lacag soo gaarsiin lacagina loo soo diray magar sax dad badan baa jira Salmaan meel loogu dacwaday ma garanayo dowladda Turkiga asaga marka muxuu ku joogaa marka Turkiga ma baasaboor Soomaali ku joogaa caafimaad ma u joogaa muxuu joogaa walaal waxaa la sii deganaansho Turkiga deganaansho ku lahaa deganaanshii waa laga kansalay qaxootiyadii isku dhiibay warqad yar oo kibli lahaa iyo istaawiyooyinka ka qaadan garab sax awl baasaboor Soomaali waa nuu keenay qofka waxa weeye Soomaali markii Turkiga la keeno waa inuu baasaboorka sidaa ka dhaca ama fiisa waxbarasho loo saaraa ama fiisa shaqo loo saaraa. Asaga waxbarashana kuma joogo, shaqana kuma joogo. Shaqo kuma joogo, xulli Soomaaliya kuma laaban karayo, meeshii UN ka tagay, UN ka isku soo qoray, wuxuu ku qoray gobolka Jingiri, ayuu tagaa laba isbuuc ka soo marba soo saxiixa warqadda UN ka garatay. Qaarkaas qaxootiga ugu jira walaal. Adi muu sheegtay marka ma dhahda marka nin yahay dadka lacagahaas ay soo direen, maxaa dhacay sababta, maxaa keenay? Gormeen ahayd markii uu saas amal lacag iska dambayay naga maalaag suurtay wiilan bil maksuurtay isbuucii maxaa ka suureen walaal waxaan ku yiri Salmaan walaal dadkii wanaagsan oo khaafi jacayl lacag aan is qoodeen walaal imaan ka soo tagay ilay wax ugu dhib anaa wax isku daawayo wuxuu yiri walaal aniga kuma dhicin intii soo gaartana way ka daawayay inanti fawziye inanti faysal kiriidi ahayd ifeelin saas ayuu badan masuulay kuma qarinayo ma fahm sax yaa kala waxaa jiray sanad aan isla socday oo gadaashay dhaawacay oo la keenay oo lacag loo soo diray yarka sidii kaliya xaluulaysay lacag badan baa waxa u soo dirtay jaaliyada Soomaalida yarka marka lacagtii wuxuu ku sameeyay xoog ku taariin yarka lacag taariin oo gariyay shaqoon boosiye dool Australia iyo Mariyola sax okay marka qadkaad oo kugu soo celi doonaa waxa soo gali doonaa wiil oo muqlasiinta asagana ka hadli doona waxa oo kuwa ku salaaba doonaa waa maasan tahay jarba la fadlan halo waxa soo gali doonaa wiil muqlasiinta asagana ka hadli doona arrimahaas asagana wax badan ka yaqaano qadka telefoonka soo gali doonaa ama santa brother warbixinta aan la wadaagtay anaga warbixinta ayna sax tahay in kala ma hubno laakiin qofkan way la soo xariiray wuxuu sheegay inay saas jirto aniga ma aha in aan dad badan baa u fikiray dad badan baa shalay la soo xariiray idhahan neeho Salmaan baa saas yeelaysa waa culadinaysa waxa u diidan tahay dad wax qabasho qof diidaysa ma la qof walba wax loo qabto waa rabnaa qof walba jacelna in wax loo qabto qof walba in wax la tarwaa rabnaa anagana rabnaa laakiin wixii meesha ku baxayaan ayaa la rabaa inay ku baxaan ma aha inta lacag qof shakhsi isku gurbisto oo iska maso halo kismaayo halo waadi ma qashaa maleena azay ama santa soo do dad aad baan ku daawanaya oo gana 300 ku dhaw waxaad nooga sheekaysa madama suudaan ya joogtaan filaya azay kowra suudaan muqlasiinta dhalinyarada joogto qaabka ay dhalinyaradu soo dhoofiyaan iyo qaabka ay soo tahriibiyaan safaaradda Soomaaliya ku taala suudaan maxay ka ogtahay arintaas wallahi in safaaradda Soomaaliya arintaasi wax badan kala ma socoto kala si shar gareeyay afaan taamuna sax